برعاية رئيس الأساقفة بيير باتيستيا باتسبالا المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية. نظم مكتب التعليم المسيحي احتفالاً بمركز تيرا سانتا الثقافي بعمان بمناسبة اختتام دورة تدريبية لمربيات التعليم المسيحي استمرت 3 أيام. تم خلال الحفل استضافة الفنان طوني هاشم من لبنان وميرا حبش لتقديم مقطوعات وعروض فنية لمواهب مسيحية مختلفة. وصرح قدس الأب وسام منصور مسؤول لجنة التعليم المسيحي أن الهدف من عقد هذه الدورة هو تربية الناس على كيفية اكتشاف المواهب المفيدة في حياتنا الدينية والروحية. احتفالنا اليوم هو خطوة جديدة من نوعها ومن طبيعتها، واللي اجت بختام دورة تدريبية لثلاث أيام لمربيات التعليم المسيحي. حبينا من خلال عرضنا لمواهب مسيحية مختلفة نربي في الناس ضرورة اكتشاف المواهب وجعلها تعكس مجد ربنا ومجد حضور الروح القدس في حياتنا وفي مواهبنا. لهذا السبب استضفنا طوني الهاشم من لبنان، وهو مدرب ومؤلف أيضا، واللي من خلال 3 أيام اللي مضاهم مع معلمات التربية المسيحية قدر أن يوصلهم أساليب جديدة في عرض الكتاب المقدس. واليوم في حفلنا الختامي مع بنتنا ميرا حبش أبرزنا لهذه المواهب المتنوعة اللي بظهرها ربنا في حياتنا في أجسادنا حتى يتمجد في حضوره في حياتنا. فمن خلال نورسات نشكر كل اللي دعمنا، لأن هذا الحفل هو لدعم لمسيرة المكتب ونشاطاته، ونتمنى أنه دائما نتواصل من أجل خدمة ربنا، خدمة أبناء وخدمة الفلسطينيين.